لكل منا وجهته الخاصة في شهر رمضان، فالكثير يستغل وقت ما قبل رفع أذان المغرب لممارسة هوايته. هنا في شاطئ تامنفوست شرقي الجزائر العاصمة، ينظم هؤلاء الشباب دورة في كرة الطائرة الشاطئية. احنا في رمضان هنا توجور نجو هكا قبل الفطور جوايه الخمسة ونص 5:15 نجو نلعبو ونتلاقاو، منها نتلاقاو منها نلعبو ونديرو دي كومبيتيسيون. دي فوا يجو عباد براويه ما نعرفهمش قاع يلعبو معانا، نورمال ما عندناش مشاكل. ولات حومه صغار يتعلموا صغار، دوك تولي تلعب الفولي ان شاء الله. كاين بالون، كاين شغل حاجه التفاته هذه للسبور باش المصغر تشوف بلي السبور هو الطريق صحيح، ماشي قال كلا الدخان لا والو. يعد البحر ملجأ العديد من العائلات خاصة في نهاية الأسبوع لأخذ قسط من الراحة، في المقابل يختار البعض منهم الإفطار على شاطئه. جبنا الأطفال هنا باش يفطروا في مائدة رمضان على كل حال، وحنا على كل حال تاني كنحو السلاسة على الخدمة تاع الأسبوع تاع، وهنا على المناظر هذه جميلة، والأطفال تاني أسبوع كامل من الدراسة و قاعدين في الدار، جبناهم لهنا باش يفطروا كما نقولوا احنا نجازيهم. الأطفال قضوا يوما متعبا جراء الصيام، لكن في النهاية زال التعب بمجرد الجلوس على مائدة الطعام. بسم الله. اللهم إنا لك صمت. اللهم إنا لك صمت. وعلي رزقك أفطرت. بابا أول يوم لهنا خاطرش أول يوم صمتوا الشاطئ البحر. وصحتكم وصحة فطوركم. نشكر بابا اللي اليوم لهنا باش نفطروا في شاطئ البحر. اليوم كنت صايمه وتعبت، واليوم جينا باش نفطروا هنا في سفره في رمضان. جينا لشاطئ البحر لكي باش نفطروا هنا، ونشكر قناه شروق ونشكركم على مشاهده، وصح رمضانكم وصح فطوركم. شهر رمضان هو فرصه وجب استغلالها في العمل الخيري والتضامني، وحث الابناء على الصيام والقيام وقضاء معظم وقته في العباده.